شباب العراق ينتفض من جديد في تظاهرات عارمة في بغداد وعدد من المحافظات، معلنا التضحية بنفسه من أجل تغيير واقعه المرير ومستقبله المهدور، على الرغم من كل التهديدات والممارسات التعسفية التي واجهته بها الأجهزة الحكومية. العملية السياسية في العراق ونظامها التوافقي والمحاصصي والأحزاب السياسية وجدت أنفسها جميعا أمام حقيقة الفشل الكبير، ولقي المنتفعون من آلام الشعب العراقي بالفساد والإفساد والمبتعدون عن مطالب المواطنين وهمومهم اليومية أنفسهم في مواجهة الشعب العراقي. بدلاً من سعي سلطات الحكومة في بغداد إلى المراجعة ومحاسبة النفس، أقدمت أجهزتها الأمنية على إراقة المزيد من الدماء البريئة واستهداف أبناء العراق الذين تصدوا بصدورهم للرصاص الحي والقوة المفرطة التي تستخدمها تلك الأجهزة القمعية في التصدي للشباب المطالبين بحقوقهم. الأجهزة الأمنية الحكومية انغمست أكثر في إجرامها بعد عجزها عن إغلاق ساحة التحرير في بغداد أمام آلاف المتظاهرين، فأوقعت 4 قتلى منهم ومئات المصابين الذين سقطوا ضحية لمطالبهم المشروعة في بغداد ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. سماح حكومة بغداد لقادة ميليشياتها بإطلاق تهديداتهم للمتظاهرين هو سعي لوأد المسيرات الاحتجاجية ومحاولة بائسة لمنع المتظاهرين من الاستمرار في تظاهراتهم ولقطع الطريق نحو أي مطالبة بالتغيير الشامل أو المطالبة باسترداد الحقوق. مظاهرات الاحتجاج في قلب ساحة التحرير ببغداد وأحيائها المختلفة وعدد من المحافظات هو حق مشروع للشعب العراقي ووجه من أوجه التعبير عن رأي الشعب الذي قمع مرات ومرات بواسطة آلة الحديد والنار التي يواجه بها دائما. القوى الخارجية الدولية منها والإقليمية التي تهيمن على العراق تسعى دائما لمنع الشعب العراقي من مجرد التعبير عن حق، طالما ادعت العملية السياسية البائسة والنظام السياسي الذي قام بعد الاحتلال بأنه أحد منجزاتهما. العراقيون باتوا على درجة من الوعي بأن استرداد حقوقهم لا يأتي عن طريق الأحزاب المشاركة في السلطة، إذ عبر المتظاهرون عن ذلك برفضهم للنظام السياسي بجملته وتحميل جميع الأحزاب المنخرطة في السلطة مسؤولية جعل العراق رهينة للقوى الخارجية وفي مقدمتها النظام الإيراني. إيماننا كبير بوعي شباب العراق في امتلاك رؤية واقعية وحقيقية عن أوضاع العراق الذي لا يقتصر حاله على فساد الأشخاص في السلطة ولا سوء إدارتهم فحسب، بل يشمل بالدرجة الأولى قواعد العملية السياسية التي هي أساس الخراب وطريق سرقة قوت الشعب ومستقبل أبنائه.